كرة كرة خطيرة داخل منطقة العمليات، ويشاوي هذا منصف ويشاوي سجل هدف بعد فتحة على طبق من ذهب بورحلي. إذن من بورحلي كانت التمريرة على طبق من ذهب، يتمكن ويشاوي منصف من تسجيل الهدف الشخصي رقم 16. إلى الجزيري على الجهة اليمنى، محاولة الفات ويشاوي، ويشاوي يسجل هدف ثاني له ولفريقه بكل سهولة بعد مرور 20 دقيقة. إذن تمريرة أو توقع على الجهة اليمنى من بلال الزيري، فتحة في المستوى، ويشاوي المنصف يوجد نفسه وجه لوجه أمام الحارس والشباك. وهذه صالح مولودي توارى، لكن تفتك عن طريق فريج حنين، وجه لوجه، ربما هدف ثالث بالفعل، هدف ثالث بكل سهولة. فريج حنين يتمكن من إضافة الهدف الثالث بعد خطأ كبير ارتكبه الدفاع. إذا نقص الخبرة شيء واضح بشكل كبير في هذه اللقطة. كرة على الجهة اليسرى من هناك لبرماطي، بسرعة يحتفظ بالكرة على طبق من هناك قوية، وهدف ممتاز ممتاز هذا الهدف. والتصفيقات طبعا تحية للاعب برجا صديق من مواليد 83، يتمكن في المثل كرة على طبق للبراجا صديق، وهدف حد جدا عن طريق عمور، يدخل منطقة عمليات، يترك الكرة لأشي حسين، وهدف رابع الدقيقة الموالية مباشرة من هدف مولودية وهران، يتمكن أشي حسين من تسجيل الهدف الرابع. وش بقى لنا دوكا؟ هاد لي ماتش هادو نلعبوهم سي دي ماتش بريباراسيون لينا، وان شاء الله نكونوا في كما يقولوا نفرحوا البيبليك تاعنا جوسكا لا فان سيزون هادي ان شاء الله. يعطيك صحة طار. وهدف خامس، هدف خامس بعد سوء تفاهم بين قويش مصطفى والحارس بن موسى، هدف خامس بعد كرة عالية من وشاوي هذه المرة في الدقيقة 45. خمس أهداف مقابل هدف لصالح اتحاد الجزائر. والكرة لصالح شايب توفيق، ثم قوادري، برماتي، والهدف الثاني. برماتي زهير يتمكن من تقليص الفارق وتسجيل الهدف الثاني لصالح مولودية وهران. عمور عمار في هذا الهجوم، منصف وشاوي يطلب الكرة، عمور عمور يدخل منطقة العمليات، ربما الهدف السادس، يراوغ الحارس فعلا ويسجل الهدف السادس. عمور عمار بقوة يتوغل، يراوغ الحارس ويضيف الهدف السادس، 6 أهداف مقابل هدفين لصالح اتحاد الجزائر، نتيجة ثقيلة وأمام فريق شاب هو مولودية وهران. كريم غزي لا يكون هناك، ما فيش وضعية تسلل، ربما الهدف السادس فعلا. أراد أن يسجل ديري بلال فعلا، تقريبا خلاله العملية منصف وشاوي، الهدف السابع هذه المرة ديري بعد مجهود فردي يضيف الهدف السابع. هو كرة لوشاوي، ربيع بن شرقي سجل الهدف الثامن وهدفه فرحة كبيرة لهذا اللاعب طبعا، يهزع القميص ويحيي الجمهور، تحية كبيرة جدا لربيع بن شرقي. وفرحة يسعد بورحلي على الخط البدلاء أكبر من فرحة بن شرقي طبعا، يعرف جيدا بورحلي أن التغلب على العقدة مهم جدا من طرف اللاعب مثل ويكون هداف مثل ربيع بن شرقي، ثم هداف مقابل هدفين لصالح فريق اتحاد الجزائر، والتشجيعات طبعا والحفل في المدرجات. بهذا التتويج الثاني على التوالي.